إذن ما الذي جد وكيف تبدو الصورة لديك؟ قبل نصف ساعة من الآن كانت جنازة الشهيد محمد عبيد جنازة كبيرة جدا، شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين من بلدة العيسوية، ولكن أيضا من ضواحي وبلدات وأحياء مدينة القدس. من ورائنا كانت المقبرة التي تم فيها تشييع جثمان هذا الشهيد الفلسطيني. بعد انتهاء صلاة الجنازة وأيضا دفن هذا الشهيد الفلسطيني، اقتحمت القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة حي العيسوية كما نستطيع أن نرى. هم الآن في وسط هذا الحي، الشبان الفلسطينيون يشتبكون معهم في عدد من أزقة هذا الحي، وبالتالي أولئك من الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا هذه البلدة، المئات من رجال الشرطة الذين رأيناهم حتى قبل أن ندخل إلى بلدة العيسوية وهم يحاصرون البلدة، كانوا في عدد من النواحي ولكن لم يكونوا هنا في وسط حي العيسوية. بعد انتهاء الجنازة اقتحم جنود الاحتلال بهذه الأعداد الكبيرة حقيقة، وبدأوا برمي القنابل الغاز والقنابل الارتجاجية باتجاه الشبان الفلسطينيين. الجنازة كانت كبيرة جدا، وسأطلب من المصور حتى أن يريك بأن الجنود يقفون عند قبر الشهيد محمد عبيد، وهذه طبعا يعني قصة غريبة لهذا الاحتلال الذي لا يغرب عنه شيء، بأنهم حتى وقفوا الآن على قبر الشهيد محمد عبيد رغم بأن الشرطة الإسرائيلية وافقت على تسليم الجثمان حسب الشروط الفلسطينية، وهو أن يدفن هنا في حي العيسوية، وهو أن يكون عمليا يعني أن يشارك الجميع فيها، أن لا تكون في عتمة الليل، أن لا يوجد هنالك يعني منع للأعمار. ولكن الشرطة الإسرائيلية وضعت شروط، أولا أن لا يتم رفع الرايات الفلسطينية، وطبعا ضرب ذلك في عرض الحائط ورفعت الرايات الفلسطينية، وكان هنالك شرط آخر بأن لا يكون عمليا هنالك رفع لي أو التكبيرات أو الأناشيد الوطنية وما إلى ذلك، وطبعا هذا أيضا لم يتم الالتزام فيه، وتم وضع قرابة 14,000 دولار أمريكي كمخالفة أو كغرامة أو كضريبة إذا لم يتم الإتمام هذا الاتفاق، وطبعا لم يتم إتمامه لأن عمليا الجنازة انتبعتموها معنا كانت جنازة كبيرة، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، أعلام الفصائل، كان عدد كبير من المشاركين فيها. لكن أحمد، لم يكن مخططا أن يعني ترافق الجنازة أو تتلوها أي نوع من أنواع التصعيد، سواء في شكل مظاهرة أو في شكل مسيرة أو ما إلى ذلك؟ لا، كان هنالك نية عند الشبان الفلسطينيين بعد انتهاء هذه الجنازة أن يكون هنالك اشتباك مع الاحتلال، هذا رأيناه بأم الأعين. بعد انتهت الجنازة جاء الشبان الفلسطينيون أغلقوا الشوارع الرئيسية، شاف الشارع الرئيسي الذي نحن فيه الآن الذي عمليا بات خاويا من الجنود ومن الشبان، وأغلقوا هذا الشارع وبدأوا برمي الحجارة. جنود الاحتلال اشتبكوا معهم. اللافت كان هذه المرة هو سرعة انطلاق أولئك الجنود، طبعا نحن نتحدث عن كبار السن، نتحدث عن المئات، يعني سوف نرسل لكم بعد قليل بعض الصور لهذه أو الآلاف لهذه الجنازة الكبيرة، وطبعا التدافع الكبير الذي حدث عند الشبان الفلسطينيين. طبعا الآن الشوارع باتت فارغة بالكامل، ولكن في تلك الزاوية تستطيع أن نرى أيضا جنود الاحتلال ما زالوا في تلك المنطقة، وطبعا يستمر حالة التأهب. طبعا السيارات التي كانت ممنوعة أن تدخل إلى حي العيسوية ولكن ها هي قد عادت الآن، ولو نظرنا على الأرض لرأينا أيضا الحجارة التي تم إلقائها على جنود جيش الاحتلال. وبالتالي الآن تدقيقا الجيش الاحتلال موجود في وسط حي العيسوية في المقبرة عند هنا سؤالي لك أحمد الشهيد محمد عبيد.